الكتاب يحكي على فترة يبدأ أولاً من هارة هروبي من تونس سنة 98. دونك القصة اللي هو في شكل قصصي سيرة ذاتية يمزج بين أشكال أدبية أخرى، فيها الرواية، فيها النثر، فيها شعر، وفيها الكثير من التحاليل السياسية والدينية والعقائدية والجيوستراتيجية إلى غيرها. الأساس هو قصة سفر أو رواية سفر، بدأت من يوم إيقافي في تونس من طرف الدولة وتحقيق معايا، ثم خروجي وهروبي إلى ليبيا اللي قعدت فيها ثلاثة أشهر ونص. خط السفر هو الخط المحوري متاع المواضيع اللي نعالجها، سواء المواضيع طبيعة الأنظمة العربية اللي تعبين عليهم، الجزء الأول يحكي على تونس أو الشابيتر اسمه برشفومي، نحكي فيه على جوانب متعددة من الواقع التونسي في التسعينات، حالة القمع والهزمة القمعية اللي تعرضوا لها الإسلاميين في التسعينات، سواء هم مباشرة أو عائلاتهم. الجزء الرابع اللي في إيران أعتقد يتمحور أكثر حول نقاش حول الإسلام السياسي، حول أسباب فشله أو انتصارات، وشنين الانتصارات اللي حققها الفشل متاعه، منظومة قراءة خطاب الإسلامي في علاقته بالعقل، في علاقته بالنص، في علاقته بالسلطة، في علاقته بالثورة، في علاقته بإعادة قراءة التاريخ الإسلامي، في محاولة تفكيكية للأركان اللي أنا نعتبرها أركان الإسلام، على الأقل الإسلام التاريخي الأربعة اللي هي الاعتزال والتصوف والتشيع والتسنم، اللي نعتبرهم الأركان الأربعة اللي مكت لكعبة الإسلام واللي شكلت نوعاً الثقافة الدينية للمخزون الإسلامي أو للعقل الإسلامي اللي نحملوه، سواء كنا السنة أو شيعة أو معتزلة أو متصوفين. ونعالج فيه مسألة أزمة العقل المسلم أو أزمة انفتاح المسلم على التيارات الإسلامية الأخرى. وما زلت أعتقد أنه هذا طبعاً في تحليل تجربة إيران، ما زلت أعتقد أنه أهم مشكلة تعاني منه الأمة الإسلامية في أزمتها الحالية واللي دامت قرون، وأزمة النهضة والإصلاح وإلى آخره، هو عجزها عن الانفتاح على قراءة الآخر، عجز السني أنه يتفاعل مع الأدب أو الأدبيات الشيعية ويتعامل معها مش من منطق طائفي بل من منطق عقلاني، ويحاول يفهم علاش الشيعة أنجت عقيدة هذا من نوع هذا، وعلاش أنجت فكر من نوع هذا، وعلاش كانت ثورية ربما أكثر من التجربة السنية إلى آخره. والعكس أيضا صحيح، علاش الشيعة عزت أنها تقرأ النص السني والعقيدة السنية أو القراءة السنية خارج الصراع الطائفي وخارج اللعن للصحابة وخارج التشكيك في مصداقيتهم إلى آخره. خروجنا من بلادنا وخروجنا من بوتقة أو من رفاهة الروتين اللي احنا متعودين نعيش عليه، وعدم جرأتنا في الانفتاح على ثقافات أخرى بدون أي فكرة مسبقة وبدون أي أحكام مسبقة هو سبب موتنا الثقافي، وأنه حل قيامنا وتحررنا وطيراننا وإقلاعنا هو ما يجي إلا عن طريق معرفة الثقافة الأخرى ومعرفة آراء أخرى ومعرفة مواقف أخرى وتجارب أخرى اللي قد نستفيد منها من أجل الانطلاقة الثانية.